أحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد آمين. بنعمة ربنا ورشاد الروح القدس ربنا يعطينا نعمة ويعطي للسامعين نعمة إن الكلمة تلمس القلوب وتغير القلوب وتتوب القلوب وتأتي بالثمر المطلوب 30 و60 و100 في ملكوت السماوات. أن نكمل تأملاتنا سفر الرؤيا صحاح 2 العدد 22 وكلم عن كنيسة سياتيرا. العدد 22 بيقول أنا ألقيها في فراش الذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. هو العدد 22 عبارة عن 3 أجزاء. بنعمة ربنا نتكلم عن جزء وجزء حسب الوقت. أول جزء قال كده ربنا لملاك عيسى سياتيرا ها أنا ألقيها في فراش، أول جزء. والجزء الثاني الذين يزنون معه في ضيقة عظيمة، والجزء الثالث إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. 3 أجزاء في العدد 22. والكلام ده زي ما قلنا قبل كده موجه لكل واحد فينا. كل ما جاء في الكتاب المقدس جاء لأجل تعليما، وحنتأمل احنا هنستفاد ايه من الآية دي وايه اللي خصنا في الآية دي. الكلام موجه للمرأة إيزابل الشريرة اللي موجودة في العدد 20، لكن عندي عليه قليل انك تسيب المرأة إيزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. والعدد 21 مرتبط ب20 ومرتبط ب22، يبقى 3 أعداد مرتبطين ببعض 20 21 و22. وزي ما قلنا ما نعمل دراسة في الكتاب المقدس ما نربط كل الكلام ببعضه. فعشرين 21 و22 مرتبطين بالمرأة إيزابل الشريرة. والمرأة إيزابل الشريرة اللي في 20 مرتبطة بسفر رؤيا 2:14 و15، والثلاثة مرتبطين ببعض. 14 يقول كده 2:14 سفر رؤيا، ولكن عندي عليه قليل ان عندك هناك قوما متمسكين بالتعليم بالعام الذي كان يعلم براق ان يلقي معصرة امام بني اسرائيل ان ياكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا. ده بالعام ابن بعور. تكلمنا على كده قبل كده ان اللي عاوز يرجع للقصة بتاعته في سفر العدد 22 23 24 25 واتقتل 31. وبعدين 15 مرتبط ب 14، يبقى 14 و15 و20 21 و22 مرتبطين ببعض. اللي عاوز يدرس الكتاب المقدس يربط الآيات ببعضيها يشوف ربنا عاوز يقول لنا ايه ونستفيد. 15 قلنا هناك عندك أيضا قوم متمسكين بتعليم النقلاويين الذي أبغضه أنا أيضا. وأن النقلاويين نسبة إلى نقلاوس الموجود في سفر أعمال رسل 6:5 كان من أحد الشمامسة 7. فبالعام ابن بعور نقلاويين إيزابل الشريرة كلهم مرتبطين ببعض. نرجع بقى لعدد 22 يقول وأعطيتها زمان لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. دي 21 22 أنا ألقيها في فراش. نمسك جزء جزء. إيه موضوع الفراش ده؟ بالنسبة
لإيزابل الشريرة نوع من العقاب، وربما يعني هذا أنها كانت تصاب بمرض عظيم، وهل حطرحها في فراش المرض؟ طيب السؤال ونشوف الإجابة بتاعته، هل كل إنسان مريض هل هو عقاب من الله؟ فحنا نتكلم مع بعض ايه موضوع الفراش ده بالنسبة للأشرار والبعدين على الله، عقاب أضيق عليهم حال يرجعوا ويتوبوا، وبالنسبة للمؤمنين الحلوين محب ربنا دي هنتكلم عنها برضو بالتفصيل. فممكن الفراش يكون مرض وعقاب، وممكن الفراش يكون إنسان خاطي. وفاكرين المرة اللي فاتت تكلمت القطعة الأولى من صلاة النوم، ونهدأ نخش في القطعة الثانية في صلاة النوم، فما ناخد الإنجيل مع الإجبية عشان نستفيد ونتعلم، ودي برضو خاصة بالفراش. القطعة الثانية في صلاة النوم في الإجبية بيقول لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا كشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل فأي جواب تجيبيني وأنت على سرير الخطايا منطرح. شوفوا بقى، يعني في مرض وسرير المرض، وهنا بنتكلم على سرير الخطايا منطرح. ففي أعضاء الجسد متهاونة، وانت عارفين ناس كتير متهاونين في الحياة الروحية وفي توبتهم في أبديتهم، التراخي والتهاون والكسل كل ده موجود. أيها المسيح إلهنا الكرسي حكمك المرغوب اجزع، ولمين ديوتك اكشع، نور شعر عودك اجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي. تاني نتكلم عن الفراش، هل هو مرض وعقاب من الله ولا تراخي وتكسر مننا؟ قال كده، أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي. وانتوا عارفين التهاون في هذا الزمان، ناس كتير متهاونين في خلاص نفسهم، مش مهتمين قوي، الأبدية مش في مخهم. لكني أتخذ سورة العشار قريعا صدري قائلا اللهم اغفر لي أن الخاطئ والحمد. المرة فاتت قلنا القطعة الأولى من صلاة النوم، والنهارده قلنا القطعة الثانية من صلاة النوم بيتكلم على سرير الخطايا منطرحة في أقضاع الجسد متهاونة، وبعدين يقول لك أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي. فكل واحد متهاون في حياته وخلاص نفسه يلحق نفسه، كل واحد متهاون يلحق نفسه قبل الفرصة ما تضيع. قلت بعد الموت ما فيش فرصة وما فيش توبة، لكن يتخذ وعد العشار قريعة صدري قائلا اغفر لي أنا الخاطئ. ده بالنسبة للفراش. فالفراش بالنسبة للأشرار عقوبة، والمرض بالنسبة للأشرار عقوبة عشان الإنسان يفوق ويرجع. بالنسبة للأبرار هنشوف محبة من الله، ومعظم ولاد ربنا ربنا حب يكافئهم أكتر، وقبل ما يروح السماء اداهم صليب المرض واداهم إكليل المرض عشان يكافئهم أكتر في السماء. فالمرض عقاب للأشرار ومكافأة للأبرار. عشان كده في عبرانيين 12
يقول كده العدد 5 عبرانيين 12 5. قد نسيتم الوعظ الذي خاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخه، أن الذي يحب الرب يأدبه ويجلد كل ابن يقبله. فهنا المرض محبة من الله لأولاده، محبة من الله لأولاده. وعشان كده في أيوب العهد القديم أيوب 5:17، وزي ما قلنا قبل كده مربط العهد القديم بالعهد الجديد كل الآيات ببعضها. أيوب 5:17 ربنا يقول: وذا طوبى للرجل يأدبه الله. المؤمنين لما ربنا يديهم مرض قبل ما ينتقلوا إلى السماء، ده حب من الله ينقيهم ويديهم أكاليل المجد. عشان كده في أيوب 5:17 آية جميلة وحلوة، يقول: هوذا طوبى للرجل. طوبى يعني يا بخته يا سعادته يا هناء. طوبى لرجل يأدبه الله، فلا ظرف التأديب القدير أنه هو يجرح ويعصب يسحق يداه تشفيان. فالمرض بالنسبة المرض أو الفراش بالنسبة للمؤمنين محبة من الله. طب ليه ربنا ما يسمح بالمرض للمؤمنين؟ نمرة 1 امتحان للإيمان. معروفة ما يعملوا امتحانات في المدارس والجامعات عشان يشوفوا مستوى كل واحد هينجح ازاي. وربنا بيدخلنا في تجارب وضيقات وأمراض، نمرة 1 عشان امتحان للإيمان. دي موجودة في يعقوب 1 العدد 3 كله بالآيات وإثبات كلام الله. واحنا بنقول كلام الله، فاحنا كأولاد لله نسمع كلام الله ونتفاعل معه ونخبي كلامه في قلبنا كي لا نخطئ إليه، زي ما قال داود النبي: خباد كلامه في قلبي كي لا أخطئ إليك. لما تتفاعل مع كلام الله زي البذرة هتجيب ثمر. لازم البذرة عشان تجيب ثمر تتفاعل مع التربة وتدفن في التربة، والمية تخليها تنبت وتطلع شجرة كبيرة وتجيب ثمر. دي الحياة الروحية. يعقوب 1:3 يقول بالنسبة لالتقاط وتجارب الأمراض للمؤمنين الصديقين الحلوين ولاد ربنا، يقول: عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. امتحان للإيمان عشان نشوف هتاخد قد إيه، هتنجح بقد إيه، ومكان في السماء هيبقى إزاي. عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، أما الصبر فيكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. شفتوا بقى زي ربنا ما يجربنا كمؤمنين كأولاده وحبايبه، قال لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء. ودي وصية من المسيح بيقول لأولاده: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أن كل واحد يعرف إيمانك كامل ولا ناقص، إيمانك بربنا قد إيه. وكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، وأنت تعرف إيمانك بالله بكمية الخوف اللي في قلبك. هناك علاقة بين الإيمان والخوف، والكلمة الثالثة بين الإيمان والخوف والسلام الداخلي. عندك إيمان عندك سلام، مفيش خوف. إيمانك ضعيف يبقى عندك خوف وما عندكش سلام. الآية بتاعتها
في رومية 5:1: إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام. يبقى نمرة واحد المؤمنين ويخش بضيقات وتجارب وأمراض امتحان الإيمان، وده موجودة في رومية 5 برضو العدد 3، رومية 5:3: وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. يا أولاد ربنا يفتخر في الضيقات؟ قال آه يفتخر في الضيقات. ومعلمنا يعقوب قال احسبوه كل فرح يا اخواتي هنا بتقعون في تجارب متنوعه. نفتخر في الضيقات ولا نفرح في الضيقات؟ يعني الاثنين، تفرحوا في الضيقات تفتخروا في الضيقات. غير في رومية 5:3: نفتخر ايضا في الضيقات، علمين ان الضيق ينشئ صبرا، والصبر التزكيه، والتزكيه رجاء. الرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا والروح القدس المعطى لنا. ده امتحان الإيمان. نمرة 2، ليه ربنا ما يسمح بالمرض لحبايب أولاده؟ قلنا المرض عقوبة للأشرار، متفقين. بالنسبة لنا كمؤمنين وكحبايب ربنا، لو سمح ربنا بأي إنسان مؤمن بمرض يبقى عاوز الحاجات اللي احنا هنقولها دي. امتحان إيمان. نمرة 2 تزكية، برضه كله بالكتاب المقدس وبالآيات. بالنسبة للتزكية في يعقوب 1:12: طوبى الرجل الذي يحتمل التجربة أو يحتمل المرض، أنه إذا تزكى ينال كريم الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. إذا تزكى، إذا نجح، إذ لم يتذمر لازم يشكر. نصيحة ليكم، أي إنسان ربنا يسمح لي بتجربة أو ضيقة أو مرض يعيش حياة الشكر، أن الشكر خليك تحتمل التجربة والمرض. يبقى التجربة والمرض خفيف، أما المتذمر يبقى التجربة والمرض تقيل. لكن اللي يشكر ربنا دايما يبقى الصليب خفيف عليه ومتعزي. فهنا قلنا معلمنا يعقوب 1:12 تزكية، ربنا عايز يزكينا. وفي بطرس الأولى 1:6-7 برضو تزكية، ضيقات تجارب الأحزان تزكية. في بطرس الأولى 6:7: الذي به تبتهجون مع إنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، ودي وضع طبيعي. سيد المسيح لم يخدعنا بل قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. في ضيق، في ضيق لأولاد ربنا أيا كان، مرض، ظلم، تجارب، أحزان. قال كده هنا تحزنون يسيرا، يعني قليل، فترة قليلة. حياتنا على الأرض هي بخار يذهب قيس ثم يضمحل. نتألم نتألم نتألم، وفي لحظة تلاقي دخلت في المجد، يتحول حزني إلى فرح، ولا يستطيع أحد ينزع فرحكم منكم. بالعدد 7، بطرس الأولى 1:7: كي تكون تزكية إيمانكم. رجعنا تاني، يبقى في امتحان الإيمان، في تزكية الإيمان. تزكية الإيمان هيدوك شهادة من السماء إن أنت نجحت في حياتك الروحية وفي إيمانك. تزكية، تزكيت إيمانك، زكاك. واحد تاني إيمانه ما يزكهوش، ما وصلش على نسبة النجاح، إيمانه ضعيف مهزوز. فكده سيد المسيح بكت بطرس قال يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ففي ناس كثيرة إيمانهم ضعيف، عاوزين 30-60-100، 3 مستويات.
وقلنا 30 هو الإيمان الحد الأدنى، 60 إيمان زائد رجاء، في المية إيمان زائد رجاء زائد محبة. المحبة 100%، لأن المحبة هي الله، والله 100%. الإنسان عنده محبة يبقى فيه الله، يبقى محبته 100%، يبقى مستواه في السماء 100%. دي الحياة الروحية، كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار. حاجة الثالثة، ليه ربنا ما يسمح بالفراش والمرض للمؤمنين حبايبه؟ قلنا امتحان الإيمان، تزكية الإيمان، نمرة 3 تنقية الإيمان، للتنقية. ربنا عايز ينقيك، ودايما دي نسمعها كتير، لما واحد في نهاية حياته يمرض، يجيله مرض الفردوس، مرض السرطان، يقول ده ربنا ما ينقيه، عشان يطلع فوق صافي، صافي ما ينقيه. فالمرض والفراش للمؤمنين هو التنقية. دي موجودة في يوحنا 15، يقول كده ايه يوحنا 15: أنا الكرمة حقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه. ليه رب حتنقيه؟ قال ينقيه ليأتي بثمر أكثر، ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وبعدين يقول أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، وكل غصن لا يأتي بثمر يقطع ويلقى في النار. حاجة 4، ليه ربنا ما يسمح بالمرض والفراش؟ هنتكلم في أول جزء، راحة في فراش. نمرة 4، المرض والفراش إكليل الحياة، هتاخد إكليل. لو احتملت المرض تجربة والضيقة بشكر وعدم تذمر، هتاخد إكليل الحياة، دي هدفنا. دي موجودة في يعقوب 1:12: أرطوبة للرجل الذي يحتمل التجربة، أنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. أي واحد مسيحي يتمنى إكليل الحياة الأبدية، إكليل الحياة. قلنا بكده في 3 إكليل، إكليل الحياة يعقوب 1:12، إكليل المجد بطرس الأولى 5:4، كله في الكتاب المقدس، فتشوا الكتب لأنكم تظنون لكم فيها حياة وهي التي تشهد لي. كل كلمة في الكتاب المقدس تشهد لله وتشهد للأبدية وتشهد إن احنا أولاد الله ولا لا، وهي التي تشهد لي. وفي اليوم الأخير راح يحاسبنا حسب إنجيل يسوع المسيح، نفذت كلامه ولا لا، سمعت كلامه ولا لا. كنا نتكلم دائما وحنكمل أن توبة من له أذنان السمع فليسمع ما يقول الروح للكنائس. من يسمع ويغلب هياخد المكافأة، وكل كنيسة زي ما تعودنا قبل كده فيها المكافأة بتاعتها. الكنيسة بتاعتنا هتيجي العدد 29، ايه المكافأة بتاع كنيسة سياتيرا؟ خدنا المكافأة بتاع كنيسة أفسس، كنيسة سمرنا، كنيسة بالغامس، دلوقتي هنتكلم عن المكافأة بتاع كنيسة سياتيرا. في بطرس الأولى 5:4، قلنا إكليل الحياة في يعقوب 1:12، إكليل المجد في بطرس الأولى 5:4، ومتى ظهر رئيس الرعاة تناول إكليل المجد الذي لا يبلى. إكليل المجد، يلا يا عم عندك كذا إكليل ما تضيعهوش بقى. طب ايه ازاي ياخده؟ قال لك توب. هتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. توب دي الروشتة، ده الحل، الحل من فم الرب يسوع المسيح نفسه. دي دخلت في مشاكل
سواء بالعام أو النقلويين أو إيزابل، لأنهم لم يتوبوا. قال كده لأنهم لم يتوبوا. أعطيتها زمان كي تتب عن زناها ولم تتب. وللأسف ناس كتير مش عايزين يتوبوا، وممكن ناس كتير يموتوا في خطاياهم. طب ليه؟ وكلنا ضعفاء وخطاة، بس ربنا بيقول لك توب. ناس كتير مش عاوزة تتوب ولم يتوبوا. وهنا يقول لك ايه؟ أعطيتها أنا ألقيها في فراش الذين يكونون معها كتير عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. طبعا أعمالهم الشريرة. إكليل المجد، والمسيح إله المجد، والمسيح أبو المجد، والإنسان اللي بيحب ربنا هيعيش من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. الكلام ده موجود في أفسس واحد، إن المسيح إكليل المجد وإله المجد. يقول كده أفسس 1:17: كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد، أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنير عيون أذهانكم تعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه. يا بختك غنى مجد ميراثه، يا هناك العطوح السماء. إنسان التعيس هو الذي لا يتوب. يقول كده وما هو غنى مجد ميراثه، مش شوية قليلين، لا ده غنى. هو مصدر الغنى، مصدر الفرح. وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، يا يغمر القديسين حبايبه ولاده بغنى مجده. أشوف واحد زي موسى النبي لما كان بس يقعد كده على الجبل كلم مع ربنا، كان ينزل ايه؟ وشه منور، حطه برقع عشان الناس تتكلم معاه. ده في العهد القديم. اما احنا يا هنانا في العهد الجديد غنى مجده. فمطلب من المسيحيين المؤمنين ما يضيعوش الامجاد السماويه عشان ايه؟ حاجات ارضيه تافهه ملهاش اي معنى. لو سمحتوا كل واحد ياخد الموضوع جد ويفكر، ما يبقاش متهاون زي ما قلنا القطعه الثانيه في صلاه النوم، ولا مستهتر. فكر في الابديه، حطها قدام عينيه. الكيل الثالث قلنا كيل الحياه، كيل المجد. الحاجه الثالثه كيل البر. ده في تيموثاوس 2:4-8، تيموثاوس 2:4-8 الرسول بولس يقول لتيموثاوس تلميذه: وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. إكليل الحياة، إكليل المجد، إكليل البر. ده لو إيه؟ احتملنا المرض والتجربة والضيقة بالشكر وعدم تذمر. قلنا ليه؟ امتحان إيمانك، تزكية إيمانك، تنقية إيمانك عشان إكليل البر الذي يهبه لنا الله ذلك اليوم. الجزء الثاني: الذين يزنون معه في ضيقة عظيمة. موضوع صعب طبعا، ضيقة عظيمة. في ضيقة عظيمة. الذين يزنون معه في ضيقة عظيمة، دي قبل ما جه السيد المسيح، نتكلم عنها بالتفصيل بعد كده في سفر الرؤيا، الضيقة العظيمة. في رؤيا 3:10 يقول على الضيقة العظيمة: لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب ساكنين على الأرض. التجربة العتيقة أو الضيقة العظيمة،
كله بمعنى واحد. وفي رؤيا 6:16 و17 كلام الضيقة العظيمة، وهم يقولون للجبال، الضيقة العظيمة لما هتيجي بالنسبة للأشرار، وزي ما قلنا بنقول في القداس في كل مرة مجيء أكستاني المخوف المملوء مجدا، مخوف للأشرار والذين لم يتوبوا واللي استهتروا واللي بعدين اللي ممشوش مع ربنا واللي محبوش ربنا، مجيء سنة حبه مخوف جدا، مملوء مجدا لحبايب أولاده المجد، زي ما كده بنتكلم من شوية، إله المجد وأبو المجد تمتع بالمجد. لما نشوف السماء ونشوف السيد المسيح هيبقى فرح لا ينطق به ومجيد. الأشرار هيقولوا شوف الرؤية 6:16 وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف أنه قد جاء يوم غضبي العظيم ومن يستطيع الوقوف. يا كلام صعب، ده الإنجيل بيقول كده، سيد المسيح بيقول كده بشأن الأشرار، هيندموا هيصوتوا، هيفيد إيه؟ هيفيد إيه؟ هيقولوا للجبال، في الجبال عالية قد إيه ومرتفعة قد إيه؟ والصخور اسقطي علينا غطينا عن وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، خد رضا ربنا تخش غضب ربنا، خد رضا ربنا كي ما نكون زي ما قلنا بكده مرضيين عنده، نعمل الأعمال اللي ترضيه. من غضب الخروف أنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ربنا الحنين الطيب كل رحمة وحنية، قال لك آه بعد كده هيبقى بقى إيه؟ هيجي الديان العادل، الرحمة قدامك وفي إيدك، كل شوية اللي ارحمني هيرحمك، هيرحمك مهما كانت خطاياك، لا أعود أذكرها أنساها. وفي عبرانيين 10 يقول كده، عبرانيين 10:17 ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، لا أذكر خطاياهم تعدياتهم فيما بعد. طب أعمل إيه؟ قال لك توب، توب دي الضيقة العظيمة. الحاجة الثالثة في العدد 22، وطبعا يعني موضوع كبير ممكن نخليه المرة الجاية، إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. موضوع التوبة ده موضوع كبير كبير خالص، تكلمنا عنه قبل كده. أول حاجة مختصرة طبعا، عندش الموضوع كبير التوبة ده، إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم هيحصل لهم اللي أنا قلته ده، الفراش والضيقة العظيمة. وبعد كده العدد اللي بعد كده العقاب الثالث للناس اللي مش هيتوبوا، وأولادها أقتلهم بالموت. دي وعظة دادي لوحديها من ضمن العقاب بتاع إيزابل، الإنسان البعيد اللي بيشتايب والمتهاون والتراخي والمستهتر، قلنا يلقيها فيه فراش، حاجة تانية ضيقة عظيمة، حاجة التالتة في العدد اللي بعده 23 أولادها، تكلم على إيزابل، أقتلهم بالموت اللي هو الموت الأبدي أو الهلاك الأبدي. يا رب ارحم، ارحم يا رب، قدامك فرصة، قدامك فرصة ما تضيعهاش. الإنسان الناجح في صلاته هو
الذي ينجح في توبته. هنا تاني، إنسان ناجح في صلاته، مش أي صلاة تبقى مقبولة أمام الله، فالفريسي صلى، مش كل صلاة مقبولة، لازم الصلاة اللي هي مع العشار. الإنسان الناجح في صلاته هو الإنسان الذي ينجح في توبته. عشان كده عمر إسحاق السجاني قال: من يظن أن هناك طريقة أقل للتوبة غير الصلاة فهو مخدوع من الشياطين. الصلاة، والنهارده الصبح اتكلمنا عن الصلاة. الصلاة إنك أنت مشتاق للأبدية، تبص على السماء، تبص على المسيح، هو ده الصلاة، مش حاجة روتينية. قلت صلاة من القلب، صلاة بالذهن، صلاة بالروح. الرسول بيقول أصلي بالروح، أصلي بالذهن أيضا. وناس كثيرة بتصلي بالفم، مش عايزين صلاة الفم إحنا، لأن المسيح قال: هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فبعيد عني. عايزين صلاة القلب، صلاة الروح، حرينا في الروح، عبدين الرب. عشان توصل للرب، تتمتع بالرب، اسلكوا بالروح، صلوا بالروح، متعوا بالروح، ولا تكملوا شهوة الجسد. ليه؟ بالصلاة تاخذ قوة، بها تتوب عن الخطيئة. ناس كتير نفسهم يقولوا لك مش قادر. شفتوا بقى علاقة الصلاة وبالتوبة؟ لما تصلي من قلبك بحرارة، ربنا هديك قوة، وبالقوة دي تقدر تسيب الخطيئة بسهولة، تتخلص من أي ضعف. في قوة، والقوة دي هترجع بها إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله، ومحدش يقدر يرجع من نفسه، بغيش ربنا يديله قوة. عشان كده أرمية قال: توبني يا رب فأتوب، أنا مش قادر، أنا عاوز أتوب يا رب، مش قادر، أنا ضعيف، اديني قوة يا رب عشان أتوب وأرجع إليك. يقول لك: بس صلي بالروح. كل من يسأل يأخذ. المسيح قال بفم مطهر: بدوني لا تقدرون إيه أن تفعلوا شيء. وقال الرسول بولس: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لذلك أنصحكم: اقصب نفسك على الصلاة، وقول زي ما قال قداس البابا شنودة: حصلي مهما حصلي، عشان تاخد قوة، وبالقوة تعيش التوبة، تبقى قريب من ربنا، وتهرب من الفراش ومن المرض والتجارب ومن الضيقة العظيمة، وتاخد الأكاليل اللي اتكلمنا عليها، ويبقى ليك كده أمجاد ما بعدها أمجاد. وهنكتفي بكده عشان الوقت خلص. ربنا معاكم. وموضوع التوبة ده موضوع كبير، لو كانت فرصة نتكلم فيه بالتفصيل. ربنا يبارككم وربنا يحافظ عليكم، وياريت ربنا يدينا نعمة نسمع، نكون سامعين عاملين، لا سامعين فقط خادعين أنفسنا. ربنا يبارككم، ربنا معاكم، ربنا يحافظ عليكم.